بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنقدر نتعلم ازاي نعمل ترس ونحسب ازاي نجيب الخطوه باسهل طريقه وادق طريقه. اعذروني عشان اول مره اعمل الموضوع دوت، ولو في اي حاجه انا قصرت فيها يا ريت تبعتولي وتقولولي ايه هي، نقدر ان شاء الله نصلحها بالفيديو اللي جاي باذن الله. ويلا بينا نبتدي ازاي نعمل ترس مع بعض بتاعه اللي هو السكينه اللي هنفتح بيها، وازاي نعرف نجيب الخطوه باسهل طريقه، ونحسب الارقام بتاعتنا ازاي. اول حاجه عشان نعرف نجيب الخطوه مظبوط، الخطوه معانا لو في الجنزير بتبقى عباره عن بقره مليانه وفاضيه، واحده كده وواحده كده. طب ازاي نحسبها بالظبط؟ بنقيس بقرتين مع بعض، بنقيس بقرتين مع بعض كده، تمام كده. هيعملوا مقاسهم 21 و1 من 10، ونقيس بقره لوحدها، تمام، ونطرح البقره لوحدها كده، ونطرح البقره من المقاس 8.5 وكان 21 و1، يعني هنطرحهم من بعض يدينا الناتج 12.7. ديت الخطوه بتاعتنا، تمام كده. فدي تعتبر اسهل طريقه ازاي نجيب الخطوه وتكون دقيقه، الرقم بتاعي دقيق يعني، تمام. طيب ده الترس، لو جالنا ترس زي دوت وعاوزين نعمل واحد زيه، يعني ده بايظ مثلا وعاوزين نعمل واحد زيه، اول حاجه بعد عدد الاسنان بتاعت الترس، ببدا بعلم مثلا علام هنا مثلا، وابدا اعد 1 2 3 4 لغايه الاخر. طبعا انا عددهم قبل كده هيديك الناتج 25، تمام. احنا ممكن برضو نجيب الخطوه عن طريق السنه، من نص السنه لنص السنه، من اعلى القمه، من نص اعلى القمه لنص اعلى القمه، بس ممكن يكون الترس بتاعي مكسور، ممكن يكون السنه معوجه، ما يعني النتيجه مش هتبقى دقيقه. هي اسلم حاجه او ادق حاجه ان انا بجمع البقرتين زي ما اتفقنا، واطرح منهم بقره يديني بالظبط الخطوه بتاعتي، تمام. طيب تاني خطوه بنيجي نعملها، ان احنا بنقيس القطر الكبير بتاعنا، القطر الكبير اللي هي اعلى نقطه هنا، ونقيسها هيدينا الناتج تقريبا 108، معلش بتاع منصور، هنا 108، تمام. يبقى كده القطر الخارجي بتاعي 108، وعدد الاسنان بتاعتي 25، والخطوه بتاعتي 12.7، يعني نص بوصه. المديول عندي اللي هو او السكينه اللي عندي بنرمز لها بحرف ميم. طيب بجيبها ازاي؟ بجيب الرقم بتاعها ازاي؟ بمعلومات اول حاجه عندنا اللي هو الخطوه اللي احنا طلعناها اللي هي خ على ايه ط، ده القانون بتاعنا. بنعوض عليها ازاي؟ ان الخطوه عندنا 12.7 على ط، عارفين ان ط 3.14. طبعا لو ضربنا ده على الكالكوليتر قسمنا الرقم ده على الرقم ده هيدينا 4.04 كده يعني، فهو تعتبر المديول بتاعني رقمه ايه؟ 4. طيب عندنا ممكن نجيب طريقه المديول لو احنا ما عرفناش نجيب الخطوه، ما كانش معانا جنزير او ايا كان، والترس اسنانه متكسره مثلا معوجه، او ما عرفناش نجيب الخطوه بتاعتها، في طريقه ثانيه ان احنا بنجيب طريقه القطر الخارجي اللي هو قاف واحد، القطر الخارجي اللي هو القطر الكبير اكبر نقطه، تمام، اللي هو قاف على عدد الاسنان اللي هو بنرمز عليها بيه زائد 2، ده رقم ستاندر ثابت معانا، تمام. طيب احنا قاف واحد القطر الكبير احنا عوضنا عليه وقلنا ان هو 108 على عدد الاسنان احنا عديناهم مع بعض انهم 25 زائد 2، تمام، يبقى 27. لو قسمنا الرقم 108 على 27 هيدينا الناتج برضو 4، يبقى كده عرفنا المديول بتاعنا برضو اللي هو رقم 4، تمام كده، قدرنا نحدد الرقم بتاعنا. طب اللي عندي طقم المديول عندي ده بيبقى يجي طقم بيتكون من ثلاث سكاكين،
ثلاث سكاكين تمام كده. كل سكينة لها رقم، وكل سكينة اللي تفرق عن التانية ان هي كل سكينة بتعمل عدد اسنان معينة. يعني لو هنيجي عند دوت رقم واحد، ده رقم واحد اول سكينة بيعمل عدد اسنان من 11 ل16، من 11 ل16. طب احنا عدين ان هو 25 سنة، يبقى مش المجهول ده رقم واحد. هنشوف رقم اتنين. رقم اتنين هنا الارقام مش ظاهرة قوي، هو رقم اتنين هنا اهوت، رقم اتنين هيعمل عدد اسنان من 17 الى 40 لو باينة يعني. تمام، ل40 يبقى هو ده السكينة اللي احنا هنشتغل بيه. في رقم تلاتة طبعا موجودة معانا هنا، هي رقم تلاتة اللي هو X3، عدد الاسنان بتاعته ده بيعمل، السكينه دي بتعمل من 41 سنه لكام الى ما لا نهايه، يعني 60 70 80 اي رقم بعد كده. تمام كده، احنا حددنا دلوقتي المديول وعدد الاسنان والخطوه، يلا بينا ازاي نقدر ننفذ ونعمل ترس. طب احنا دلوقتي عرفنا كل المعلومات دي، جبنا الخطوه وجبنا عدد الاسنان وجبنا القطر الخارجي ورقم المديول. لما نيجي بننفذ طبعا بننفذ على جهاز التقسيم. جهاز التقسيم اللي هو ده الشكل بتاعه. طيب بنقسم ازاي؟ ده جهاز التقسيم بيبقى متقسم من جوه، يعني في جهاز تقسيم 40 وفي جهاز تقسيم 60. يعني لما نلف لفه كامله ال 40 سنه دول لما نلفهم بيديني لفه كامله موجود. طيب احنا في قرص زي ده بيبقى راكب اللي هو هنا ده، تمام، مترقم بارقام، مترقم بارقام مش عارف باينه ولا لا، ارقام هنا تمام وضحت اهيت. كل دايرة عليها رقم، يعني الدايرة الأولانية ديت 46 طوب، لو عدينا الأتاب ديت هي 46 طوب، لما لف لما أعد 46 طوب يبقى كده لفيت لفة كاملة، توازي إيه 40 السنة اللي في الجهاز التقسيم، تمام؟ طبعًا في أرقام تانية أقل، الجهاز بيبقى معاه قرص واتنين أو تلاتة، يعني الجهاز اللي راكب ده، القرص اللي راكب ده هنا أول طوب 24. 24 مش عارف الارقام واضحه ولا لا، ماشي، اللي فوق 26، اللي فوق 28، اللي فوق 30، 24، يعني الدايره ديت او الدايره ديت مثلا 24 طوب، لما الف جهاز التقسيم معايا 40 اللي جوه، ده اربعه متقسمين ل 24 طوب، يديني الناتج في الاخر اللفه كامله في جهاز من جهاز التقسيم اللي هو ال 40. فانا بعمل عدد الاسنان بتاعتي بقسمها على قلب الجهاز ده التقسيم اللي هو ال 40. يبقى ال 40 ده في كل ترس اجي اصنعه، ترس جنزير او ترس عيد او اي حاجه، بقسم عدد الاسنان على الايه ال 40 دول، بقسمهم على ايه عدد الايه الاسنان اللي انا المفروض اصنعها. تمام، طيب احنا عندنا قلنا قلب الجهاز 40 على 25، عدد الاسنان اللي احنا عديناهم هنا 25 سنه، تمام، بيساوي ايه؟ هيساوي واحد صحيح لفه كامله 25 اللي هي عدد الاسنان اللي احنا هنعملها، فاضل كام على ال 40؟ فاضل 15. يبقى الف لفه كامله من دايره رقم 25 واخد 15 سنه. يعني على سبيل المثال لو احنا الدايره ديت 25، بعد لفة كاملة، بلف لفة كاملة وعد 15 سنة تانية، 1 2 3 4 5 6 لغاية 15. دي التقسيمة بتاعتي. هنا اهو في جهاز التقسيم في هنا طوق 25 اهو، دايرة 25، أنا ألف لفة كاملة من ديت، يعني بجيب الزومبا بتاعتي هنا نفترض هنا عشان تشوفوها، وألف لفة كاملة كده لفة كاملة، وبعد 15 طوق 15 كده لفة كده، بعمل سنة اللي بعدها بلف لفة كاملة وعد 15 طوق،
السنة اللي بعدها لفة كاملة وقدم الشرطو. أنا مش عايز أطول الفيديو كتير، فأنا ممكن أقسمه اتنين، اللي هو شرح أول حاجة اللي هو الحسبة إزاي والطريقة إزاي الحساب والتنفيذ وإزاي ننفذها، ممكن نعمله إيه في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمة الله.